العربي كل الاسئله معتمده على الدماغ، لكن في الاحياء كلها جايه من الكتاب. نظام العربي بتاع السنه دي هو اللي حلو. السنه اللي فاتت هو السبب الوحيد للسنه اللي فاتت اللي احنا كنا بنذاكر، احنا كنا عارفين ان احنا هنذاكر عشان الاسئله دي هتيجي منها، لكن دلوقتي احنا ما بنذاكرش. انا مش متفق مع الاوبن بوك اللي وجهه نظر ثانيه، ان هو بيدينا في الترم الاول اوبن بوك عشان يعلمنا ازاي نعمل اجابات نموذجيه. ماشي، في الترم الثاني مش هيبقى فيه اوبن بوك، هيبقى برضك في اجابات نموذجيه. نظام التابلت نظام فاشل عشان هيعلمنا بعد كده اللي هو يعني طرق الغش وكده، وطريقه الاوبن بوك يعني احنا ما بنذاكرش، بنلزق الورقه الملزمه في اسمه ايه ده؟ ما هو دلوقتي لما التابلت كده ولا التصحيح هيبقى بالكمبيوتر، يعني لو فرقت نقطه او اي حاجه كانت متغيره الجمله كلها تبقى صعبه. يعني ده السنه الجايه لو نزلنا التابلت يعني في المستقبل. النهارده يا جدعان شوفوا بس هو في الامتحان والاوبن بوك احنا دخلنا تحفظ القوانين، مش بتحفظ القوانين، بتطلع القوانين من الكتاب والكلام ده بس.